يعني تشد؟ لا نغسل ولا نحط مرة ثانية؟ نغسل ثانية؟ ايه بعتها لي. ايوه ايوه يضل انا حاضر يضل لك هو بيعمل بيه لينا 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 افتح مكتب لي وارفع الموضوع انا عايز اعمله بسرعه جاتش اصلا عملت تيست هو التيست هو اللي موجود في الشعر تيست يعني الشعر عملتها كده لقيته هو الدرجه عادي لا بتاعتي انا لا عندنا سحب اللون بنات اوكي شلون تشوفون البروجرس مال اللون احنا عندنا الالوان اللي بالكتالوج في مرات انت وياها السحب عشان تعرفون انتوا وين تبون واي لون تبون مو معناته اي لون احنا نبيه نسحب الشعر لهني او لهني عشان نصبغه غلط يمكن انا بكسر اللون حده اللون يعني اذا كان هذا ابكسره حق هذا ابي اوصل حق هذا عشان اوكي عشان شنو عشان ابي شيء بني انتوا راح تشوفون كل هالمراحل بالتفتيح نفسه يعني بس هذا مو معيار مو عشان انتي وحده شعرها اسود اسوي لها سحب اللون واخليها 50 دقيقه واقول لها هذا شعرها غامج على ما يفتح لا تلاقيها يمكن ربع ساعه فتح وفي وحده شعرها فاتح تلاقيها تاخذ 50 دقيقه على ما يفتح هل بالضبط هل انتي اذا شعرها اسود كنت ابي على بنتك عبالهم انهم بينظفون اللون علشان انا احط فوقه لون ما راح يصير كذي السالفة فحطوا بالكم على هالسالفة هذه لازم تحفظونها لأن أنتوا طول ما أنتوا قاعدين ويا زبونة راح تطالعونها وراح تشوفون البروسيسنج أنتوا ما راح تسافرون كتاب أو تروحون للشون نت يعني كل 10 دقايق أو لا كذا يا بنت شيء أنا عندي كل خمس دقايق لأن أنتي بس راح تبطلين واحدة هني راح تبطلين واحدة هني راح تبطلين واحدة هني تشوفين البروسيس مالها إذا المي دافي ولا حار اوكي راح يحيد لي اللون ما راح يغير الصبغه ما راح يسوي بالصبغه ولا شيء ما راح تقولي والله تفتح لي ولا تغمج لي ولا شو تسوي لي ما راح يتغير باساس الصبغه ولا شيء هي بس تلغي لي المغسله على المغسله لازم ترشي رش راح يكون رش لمده من 10 دقائق لربع ساعه بس على حسب الشعر اللي وياي اوكي احنا الحين بنروح نسوي الغسله يلا صح لان بعد قصدير عمر ما كان فيديو صح لان كذا راح يصير عسلي
لا هو يقلب عسلي. عشان كده الكاميرا هتخدعك انت. بص على الكاميرا هتخدعك. تمسكينها كده وتغطي فيه باصبعك وكنتور للوش. بس انا بقول لك اعطيك برضه طريقه عشان نعرف شو ممكن نعمل. ايش ممكن نعمل؟ باتشي لوتشي وهي مدرسه كبيره جدا في باريس وبتطلع بابا خربوا لي شعره. هو شعره مش خربان، هي اللي مش فاهمه. لو الشعر ده بعد 4 شهور هيطول قد ايه؟ من 4 سم ل 6 سم حسب طول الشعره. يعني في شعره بتطول سم كل شهر وفي شعره بتطول سم ونص كل شهر. كده الورق معايا الاطراف بره اللي هي معموله هايلايت. بعد ما بخلص بعمل كده وبعمل كده وبجمع ده لمده 5 مينيت. احط الورق. اوكي. تمسك الشرايين. انا هحط هنا كده البودر. اوكي. المسافه دي بس. تمام؟ انا ده هطلعه بره. وهو عامل كده بالمشط. اوكي. طلع دي بره واعمل الورق بتاعي. اوكي. البصل هنا فرق كتير اللون. بصي الازرق عمل فيها ايه؟ طبعا هذه مع غسله واحده هذا كله راح يروح وراح يكون شنو؟ راح يكون لون رمادي. بس لان احنا زيتي. لا لا مو زيتي، مو زيتي، ازرق ازرق ما في اصلا زيتي. بس لان احنا حطيناه هني تبين اكثر راح يصير رمادي. لو تشوفونه هني تبين اكثر رمادي. لا لا ازاي هم يوصلوا طالبه توصل ان هي تكون بتعمل امبري وما يطلعش لايف؟ ده انا بس بسلحك واحده عشان تشوفونها. تسلم. اوكي اقعد انا اسوي كذي تنفيشه. تنفيشه بس مو وايد. اوكي وعقبها احط عليه اللون. روحي انا احب اشرب بدين ما احب اشرب بشر. واذا كان الى تعديل كذي انقسم اسوي بدين واشوف الزبونه اصلا وين تطلع وين بيطلع عندها. يعني تبيني هني تبيني هني تبيني اسوي بزياده هني عشان يشيل مع قبله. لا بصير كذي يعني ما تسوي لنا شيء اعتباري. امسك الشعر اهو بعملها كده. انا هاخد ده بس لما سرحت على ده هينزل منه ميكس هيفضي معاك الشعر. النهارده الزبونه بتخش تسال عن الكرياتين بتقول هو في فورمالين وفي زبونه ثانيه تقول في فورمالدايت. في حد يعرف الفرق ما بين الفورمالين والفورمالدايت؟ اللي هي الاستاذ قال عليها امبارح ان هي الماده المحرقه، الماده اللي كانت بتخزن قيم التحنيط لوقت كبير اللي هم الفراعنه افتكروها من زمان يعني من 7000 سنه من التاريخ يعني التاريخ الفرعوني يعني 10 دقائق لا يقل عن 10 دقائق او ربع ساعه سشوار بارد تماما وعلى فروه الراس مش على الشعريه بس على فروه الراس نفسها
جيت بدها تعمل صبغة وتعمل كرياتين. ده سؤال مهم جدا، انا لسه كنت هسيله بس هخلص كرياتين وهقول لك الموضوع. فهو انا شغال ومجرد ما امسك الشعرايه وانا شغال كده بقدر اشوف الشعرايه دي اتفردت كام في الميه. وانت شغاله هتقدري تعرفي ان الشعرايه دي هتفرد ونسبه الفرد بتاعتها هتبقى كام في الميه وانت شغاله قبل ما تغسلي. بالخبره. تمام؟ مش بالعدد. الشعرايه انا النهارده ما عملتها كرياتين والزبونه مشيت بالكرياتين روحت البيت طبخت وكلت وشربت ونامت وصحيت. الجسم افرز للشعر ماده ثانيه. الجسم بتاعنا افرز للشعر وضاف للشعرايه وضاف للكرياتين، كرياتين بحت موجود من الجسم ربنا اللي خلقه. يعني ما في وحده تقول لي والله كاو داش الكويت، كاو داش ما ادري وين، هذا انت دورتي، انت عرفتي التصريح، انت قريتي، انت رحتي حق الصحه، انت فانت اللي توعين وانت تقولين، احنا شو راح نوعي نفسنا؟ يعني يمكن في شغلات استاذ محمد قالها انا صدق ما اعرفها. مع مناقشتنا يمكن واحده قالت مشكله انا عرفت حلها. او ان احد ثاني عرف حلها او ان قال احنا كلنا بنفيد بعض. صح. وكلنا بنكمل بعض، بس اللي مش فاهمه قوي يعني اللي مش فاهمه قوي ما تاخدش معلومه من على النت وتصدق عليها.